بمناسبة مرور سنة على تأسيس الجمعية، نظمت الجمعية اليوم احتفال بخطيب المستقبل لبلدية مازونة دورة المرحوم قريبي عابد، وهذه سبقة توج كل من بليان محمد أمين والحاج محمد دواجي عبد القادر ونصفى دواجي الإسلام بالمراحل الأولى، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح بمعنى خطباء في القمة ما شاء الله عليهم. وكما ايضا تم تكريم المتسابقين الفائزين في مسابقه الرسم تحت شعار فلسطين في القلب، فكان عدد الاجمالي للمشاركين 150 تلميذ، فاز 26 تلميذ بجائزه قيمه والحمد لله. ونشكر كل من ساهم في هذا الحفل سواء من قريب او من بعيد، وشكرا. الحمد لله الموجود 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 قبل كل موجود، والصلاة والسلام على خير الوجود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الخلود. أما بعد، طبت مطاب من شاكم وتبوأت من الجنة مقعدا إن شاء الله. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الطالب بريان محمد أمين، وأنا مشارك مسابقة خطيب المستقبل الذي نظمته جمعية تغذية الشباب في بلدية مازونة، ونحن الآن في يوم الحفل تكريم للطلبة الفائزين بهذا اليوم، ونشكر الجمعية ونرفع لها راية الاحترام وللمنظمين ولجنة التحكيم وخاصة الذين أشرفوا على هذه المسابقة، لأن الهدف من هذه المسابقة هو تحفيز الشباب والذين يتميزون بروح الإمامة والذين يحبون الإمامة والخطابة وفن الخطابة. الابن تاعنا هادي دائما راه يمثلت لنا في عدة نشاطات لجمعية تغذية الشباب، من بينهم الحاجة ملقبين الحاجة صغيرة مثلت لنا دور تاع خبزة تلبس السفيق بعيد الطفولة على حكم هذا. واش تقولي على الجمعية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة مرور السنة على جمعية ترقية الشباب نشكرهم بزاف ونتمنى لهم المزيد من النشاطات والافتخار إن شاء الله. مع اننا كنا لازم الذكور وقيلات الذكور نورمالمون كون صنعوا ديك الكابوسه تاع السلك، ولكن مع كل اسف شديد مع حضور تاع الله عليك.